السلام عليكم. اليوم نقدموا جزء مهم من دراسة التكامل. هذا الجزء هو مكامله بالاجزاء. دونك الخاصيه تقول لتكون او و في دالتين قابلتين للاشتقاق على مجالين ا بي و او بريم و في بريم دالتين متصلتين على ا بي. اذا لدينا العلاقه التاليه: التكامل من ا نحو بي ديال او بريم دو اكس v de x dt x تساوي معقوفة من a نحو b ديال u de x فوق v de x ناقص تكامل من a نحو b ديال u de x v prime ديال x. هاد العلاقة اللي كتب دابو تسمى علاقات مكملة في الأجزاء. دونك قبل ما نعطي مثال غنديروا واحد البرهانه بسيطه كيفاش لقينا هذه العلاقه هذه. دونك برهان دونك الفكره كي باش نلقاو هذه العلاقه غنحسب او دو اكس فوا في دو اكس كلشي بخي. وكما تنعرفوا باش نحسبوا او فوا في كل بريم ستكون داخل هذا القوس ستكون داله متصله بليطو داله قابله للاشتقاق. داكشي باش كتبت هنا اي و في دالتين قابلتين للاشتقاق. اذا غنشق هذا الجداء اللي هو مثلا نعرفوا او بريم دو اكس فوا في دو اكس ناقص او دو اكس فوا في بريم ديال اكس. دابا شنو غندير؟ طاحت هادي هي هادي غنجيبها للطرف والشي لاخر ندي الطرف الثاني. اذا او بريم دو اكس فوا في دو اكس تساوي او دو اكس فوا في دو اكس كلش بريم. درت واحد الخطا هنا انتبهوا ليه، خاصها تكون زائد حيت في الطرف تنديرو زائد. دونك ملي غتمشي للطرف الثاني غتولي هنا ناقص او دو اكس فوا في بريم ديال اكس. مزيان. دابا هيا هادي هي هادي، شنو خصني ندخل عليها؟ تكامل. ولكن ملي ندخل التكامل عندي واحد الشرط، ستكون هاد الداله هادي متصله. حتى هادي غندخل عليها التكامل ستكون داله متصله، وحتى هادي غندخل عليها التكامل دونك ستكون داله متصله. دونك غنشوفو واش بصح انهم دوال متصله. يلا انتبهوا معايا، شنو عندنا؟ او بريم كي عندنا داله متصله، دونك هذه متصله مزيانه. وفي كي دايره قابله للاشتقاق. تنعرفوا حنا الا كانت داله قابله للاشتقاق راها متصله. اذا عندي او بريم متصله وفي بريم متصله، اذا الجداء ديالها راها متصله. دونك بما انها متصله غنمكن لي نلبسلها تكامل من ا نحو ب ديال او بريم ديال اكس في دو اكس تي دي اكس تساوي. غنشوفو عاوتاني هادي واش متصله. ديجا هاد او فوا في راه قلنا قبيلات، قلناها انها قابله للاشتقاق، ونعاود راه داله قابله للاشتقاق راها متصله، بمعنى يمكن نلبسلها تكامل. دونك تكامل ا نحو ب ديال او دو اكس في دو اكس كلشي بريم تي دي اكس ناقص. دونك انا تي نشوف هادي واش متصله. عندي او كي دايره قابله للاشتقاق دونك راها متصله، و في بريم داله متصله دونك هادي متصله وهادي متصله. تعرفوا الا كان جوج دالات متصله متصله راه الجداء ديالهم حتى هو متصل. اذا يمكن لي نلبسلها حتى هي بالطول ديالها تكامل من ا نحو بي ديال او دو اكس في بريم ديال اكس تي دي اكس. مزيان. دابا كل وحده نشوف واش يمكن نحسب لها التكامل ديالها. دونك باش نحسب التكامل ديال هذه خصني نعرف الداله الاصليه ديال هذه، وهذه راه ما تنعرفوناش الداله الاصليه. دونك نخليها كما عطاو هذه تكامل ا نحو ب ديال او بريم ديال اكس في دو اكس ديال اكس تساوي. هذه يمكن نحسبها، راه تنعرفوا الداله الاصليه ديالها. دونك ندير معقوفه من ا نحو ب. يلا شنو هي الداله اللي غنشقها ونلقى هذه؟ علاش؟ حيت الداله الاصليه شنو معروف عليها؟
الا شقيناها تلقاو هذه. دونك راها واضحه ان الداله اللي غنشقها ونلقى هذه هي او دو اكس في في دو اكس ناقص هذه بالطول ديالها ما نعرف ما نعرفولاش الداله الاصلي ديالها. دونك نخليوها كما هي تكامل ا نحو بي او دو اكس في بريم دي اكس دي اكس. وهكا غنكون لقينا العلاقه اللي طالبين منها. ونعاود نقولها راه العلاقه تسمى علاقه المكامله في الاجزاء. دابا ندوزو للتطبيق ديال هاد العلاقه. اذا في هذا المثال غنحاولوا نطبقوا العلاقه ديال المكامله بالاجزاء. شنو غنحسب؟ غنحسب التكامل من صفر لواحد اكس اكسبونونسييل دو اكس دي اكس. دونك اول حاجه خص تبان لكم ان وحده عندي هنا جوج طب، هنا عندي الطب، وحده فيهم غنسميها او بريم دو اكس وحده فيهم غنسميها في دو اكس. دونك اول حاجه غندير هي نضع او دو اكس تساوي او في دو اكس تساوي و او بريم ديال اكس تساوي. دونك وحده فيهم غنسميها في دو اكس وحده فيهم نسميها او بريم اكس. حتى نحطها هنا حتى نحطها هنا. دونك ما نحطش هي عشوائيا، راه وحده خاصها تكون هنا والاخرى تكون هنا باش تخرج لنا العمليه صحيحه. هنا تنطبق واحد العلاقه اللي سميتها البيس بهذا الترتيب. ا شكون هي؟ هي الاك طونجون اكسينوس اكوسينوس خارجه من المقرر. دونك ال هي الالم بي قازن بها حدوديه بولينوم، الاو هو الاكسبونونسييل، والاس هي السينوس والكوسينوس والطونجون. دونك حنا باش نحط شكون لي الاولى شكون الثانيه غنمشي بهذا الترتيب. مثلا شنو عندي هنا؟ حدوديه مع الاكسبونونسييل. شكون لي سابقه؟ الحدوديه سابقه على الاكس اكسبونونسييل. دونك غنحط الحدوديه هي الاولى اللي هي اكس، ومورها نحط حيت منها نحط الاكسبونونسييل. دونك ابري كما تلاحظوا راه عندنا او بريم في وعندنا او وفي بريم. دونك لو بدا خصني نحسب في بريم ديال اكس ونحسب او دو اكس. دونك عندنا اكس شحال الشقاق ديالها؟ الشقاق ديال اكس هو واحد. دابا من او بريم غندوزو لاو، هنا درنا الاشتقاق الاو بريم لاو غنديرو الداله الاصليه. شنو هي الداله الاصليه ديال او دو اي ديال اكسبونونسييل دو اكس؟ هي الاكسبونونسييل دو اكس. اذا دابا يمكن لي نحسب التكامل. اذا التكامل من الواحد من صفر الواحد ديال اكس اكسبونونسييل دو اكس ديال اكس يساوي، دونك غندير معقوفه كما تقول الخاصيه، من صفر لواحد شنو بيناتها؟ ناقص من صفر لواحد ديال اكس. دونك باش مابقاش حافظين هاد العلاقة كما هي ونبقاو نتلفو، عقلو على هاد الشيما هادي. هنا شنو غندير؟ غندير هادي في هادي صافي. دونك غتجينا اكس اكسبونونسييل دو اكس. دابا شنو غندير هنا؟ غندير هادي في هادي بحالا تنصنع مثلث. دونك هادي في هادي غنحطها هنا وهادي في هادي غنحطها هنا. دونك هي واحد في الاكسبونونسييل هي الاكسبونونسييل دو اكس دي اكس. مزيان دابا راه طبقت العلاقه ديال التكامل. دونك تساوي هذيك اللي بالمعقوفه شنو غنديرو؟ غنقبطو الاكس ونعوضوها بالواحد ديال الفوق. دونك هي واحد في الاكسبونونسييل ديال واحد غيبقى لنا الاكسبونونسييل ديال واحد اللي هو الاكسبونونسييل ناقص اكس نعوضها بصفر صفر. دونك غنمشي لهذه ناقص هذه غنحسب لها التكامل ديالها. دونك غندير معقوفه بين صفر لواحد. شنو هي الداله الاصليه ديال الاكسبونونسييل؟ قلنا هنا هي الاكسبونونسييل ديال اكس. دونك تساوي او ناقص غنحل القوس باش ما نخطاش في الاشاره، غنعوض اكس بالفوقانيه غتبقى لنا الاكسبونونسييل ناقص، وغنعوض اكس بالتحتانيه اكسبونونسييل صفر. دونك تساوي غنزول الاقواس. دونك او ناقص او ناقص مع ناقص تعطيني زائد الاكسبونونسييل ديال صفر هي واحد. تلاحظوا غتمشي الاو مع الاو وغيبقى ليا الواحد. وهكا نكونو حسبنا التكامل باستعمال مكامله بالاجزاء.